وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، اللغة العربية. تم الاستعانة بنوطة الأستاذ أحمد فراج في الحل. تقدمة مبادرة ضوء بصوت جمالات المرعي. يغطي هذا التسجيل الدرس الأول من الوحدة الثانية بعنوان المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي. مدخل إلى النقد الأدبي. النقد لغة تمييز الحقيقي من الزائف أو الجيد من الرديء، وهو اصطلاحا يعني تفحص الشيء والحكم عليه. أما النقد الأدبي فلا تعريف جامعا مانعا له، لأن لكل عصر ومذهب أدبي واتجاه تعريفه الذي يكاد يكون مختلفا عن الآخر. ولعل ما يوحد بين التعريفات جميعا أن النقد الأدبي يعني دراسة النص الأدبي وتفسيره وتحليله وموازنته بغيره من النصوص الأخرى. أولا، تعريف المنهج الاجتماعي في النقد والأصول الفكرية له. المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي هو المنهج الذي يربط الأدب بالمجتمع وينظر إليه بوصفه لسان حال المجتمع وصورته ووثيقة تاريخية واجتماعية عنه. وتمثل نظرية الانعكاس في الفن ومنه الأدب المرجع الفكري له، وهي تعني أن الفن مرآة للواقع وأن عليه أن يعكس هذا الواقع ويسهم في تطوره وتقدمه. وينطلق المنهج من مقدمة مركزية هي أنه ما من فن وأدب إلا في الجماعة ومن أجلها. ومن أهم ما اتسم به عبر تاريخ تطويره مجموعة من المفهومات والمصطلحات في الفن عامة، ولا سيما تلك التي تؤكد الوظيفة الاجتماعية للفن. ومن أبرز تلك المفهومات الفن للمجتمع، رسالة الفن، والفن الملتزم. وتمثل الفلسفة الماركسية نسبة إلى الفيلسوف الألماني كارل ماركس، التي هي في أصلها نظرية في الاقتصاد السياسي أنجزها ماركس وفريدريك إنجلز، الجذر الفكري للمنهج الاجتماعي. فقد رأى هذان الفيلسوفان أن الأدب مرتبط ارتباطا وثيقا بالقوى الاقتصادية والإيديولوجية، وليس له أي قيمة مستقلة بنفسها بمنأى عن تلك القوى. وتابع ليون تروتسكي تلك الرؤية على نحو أكثر مرونة واستجابة لذات المبدع في رؤية سابقيه، إذ رأى أن للفنان أن يعبر عن همومه الخاصة سلطة احترامه حركة التاريخ وإيمانه بحتمية التقدم. ثانيا، نشأة المنهج وتطويره. تعود جذور المنهج الاجتماعي في النقد إلى نظرية المحاكاة، التي تعني بحسب أفلاطون أن الفن يحاكي مظاهر الطبيعة والحياة ثم يبدع ما هو موجود في عالم الواقع والمحتمل. ولذلك فإن ثمة علاقة وثيقة بين الفن والمجتمع، كما أن ثمة وظيفة اجتماعية ينبغي للفن أن ينهض بأدائها، وهي التطهير، أي تمكين مشاهد المسرح من أن يكون أكثر توازناً من الناحيتين الانفعالية والعاطفية. ويرجح كثير من النقاد أن كتاب الروائية الفرنسية مدام دو ستايل الأدب وعلاقاته بالأنظمة الاجتماعية الصادرة سنة 1800 ميلادية، الذي تناول فيه تأثير الدين والعادات والقوانين في الأدب وتأثر الأخير بها، حمل معه وداخله الملامح الأولى للمنهج، ولا سيما ما انتهى دو ستايل إليه من أن الأدب يتغير بتغير المجتمعات ويتطور بتطورها. ثم ما لبثت تلك الملامح أن ظهرت بنفسها عبر مقولات الفيلسوف هيجل، الذي رأى أن ظهور الفن الروائي مرتبط بالتحولات الاجتماعية التي حدثت في القرن 19، وأن الانتقال من الملحمة إلى الرواية كان نتيجة لصعود الطبقة البرجوازية التي كان لها مشروعها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي المختلف عن مثيله في النظام الإقطاعي. ثم ما لبث أن طور الفيلسوف فريدريك إنجلز تلك المقولات، ودعا إلى ضرورة تعدد وجهات النظر الاجتماعية المختلفة فيما بينها في النص الروائي. وتمثل جهود الروسيين بيلسكي وتشيرنيفسكي وسواهما علامات مهمة في نشأة المجتمع وتطوره. قد رأى أولئك أن ثمة دورا اجتماعيا للفن يجب أن يؤديه، وأن الأدب والفن عامة جزءا من الصراع بين الطبقات، لأنه جزء من البنية الفكرية للمجتمع، وأنه قادر على دفع عجلة حركة المجتمع إلى الأمام، لأنه يستمد مادته من المجتمع ويعيدها إليها فنا طبيعيا جديدا. ثالثا، من أعلام المنهج. الأول ميخائيل باختين، وهو فيلسوف ولغوي ومنظر أدبي روسي. رأى أن الرواية تنوع كلامي اجتماعي منظم تتباين فيه أصوات فردية عدة، وأن هذا التنوع يعني تنوع في الأصوات الاجتماعية. وفرق بين الكلمة خارج السياق
ونفسها داخل السرد، ورأى أنها في الحال الأولى تكون محايدة ولا تحيل على طبقة اجتماعية، على حين تكون في الحالة الثانية نابضة بالحياة ودالة على هذه الطبقة أو تلك من الطبقات الاجتماعية المختلفة. الثاني جورج لوكاس، فيلسوف وناقد مزاري ينسب المنهج البنيوي التكويني إليه، وهو المنهج الذي يجمع بين المنهجين الاجتماعي والبنيوي، وقد ربط أشكال الوعي المختلفة بالبنية الاقتصادية المحددة لها، ورأى أن الأدب ظاهرة اجتماعية تاريخية وأنه انعكاس للواقع ولكن على نحو غير آلي بل نموذجي، وعد الرواية ملحمة الطبقة البرجوازية. ثالث لوسيان جولدمان، مفكر وناقد فرنسي من أصل روماني، انطلق في دراسته للأدب من أن السلوك الإنساني يسعى إلى إيجاد توازن بين المبدع أي الذات الفاعلة والمجتمع، وأن هذا السعي سرعان ما يتجاوز نفسه في عملية تقويض وبناء متتابعتين، ولدى محاولة تحديده الذات الفاعلة أهي الفرد أم الجماعة، انتهى إلى أن الجماعة ليس سوى شبكة معقدة من العلاقات المتبادلة بين الأفراد، وأن الدراسة النقدية الصائبة هي التي تحدد بنية تلك الشبكات ودور الأفراد الفاعلين فيها لإدراك العلاقات بين الأدب ومبدعه الحقيقي الذي هو برأيه الجماعة الاجتماعية وليس الفرد. ومن أبرز مقولاته في هذا المجال ما اصطلح عليه بتعبير رؤية العالم وتمييزه بين شكلين للوعي، الأول هو الواقع أو القائم ويعني اشتراك الجماعة الاجتماعية فيما يعني ظاهرة واحدة، والثاني هو الوعي الممكن ويعني تصور ما ينبغي أن يكون. واحد الأدب ظاهرة اجتماعية وله وظيفة اجتماعية. اثنان الأديب والمجتمع طرفان متكاملان تنشأ بينهما علاقة تأثير وتأثر. ثلاثة الأدب ليس مرآة جامدة للمجتمع بل وعي به. أربعة الأدب يتوجه إلى جمهور ومطلوب منه أن يجعل هذا الجمهور غايته، وقد أخذ على هذا المنهج عددا من المآخذ يذكر منها: واحد إنكار أن للأدب أثرا روحيا هو المتعة والإدهاش. اثنان الإعلاء من شأن الإيديولوجية في النص ولا سيما مفهوم الالتزام. ثلاثة المجتمع الواحد لا ينتج أعمالا أدبية واحدة بل تتعدد هذه الأعمال بتعدد كتابها وفق مستويات متنوعة. أربعة ليس ثمة علاقة جدل بالضرورة بين التقدم الاقتصادي في المجتمع والازدهار الأدبي. خامسا علم اجتماع النص الأدبي رائده هو المفكر والناقد البلغاري بيير زيما الذي أصدر كتابا عنوانه النقد الاجتماعي، دعا فيه إلى منهج جديد في النقد الأدبي اقترح له اسم علم اجتماع النص الأدبي، وهو علم يجمع بين إنجازات باختين وجولدمان في المنهج الاجتماعي ويسعى إلى الكشف عن الوظيفة المميزة لكل جنس من الأجناس الأدبية المختلفة. وكان السؤال المركزي في أسئلة زيما حول الأدب من هذا المنظور هو كيف يتفاعل النص الأدبي مع المشكلات الاجتماعية والتاريخية من خلال اللغة. سادسا المنهج في النقد العربي، لعل جهود اللبناني عمر الفاخوري هي أبرز المقدمات الأولى للمنهج الاجتماعي في النقد الأدبي العربي الحديث، ولا سيما ما تضمنه كتاباه الباب المرصود الصادر سنة 1938 ميلادية والفصول الأربعة الصادر سنة 1941 ميلادية من مقولات تحيل على ذلك المنهج بأن الأدب فعل اجتماعي ولا غنى له عن متلقٍ، وأنه ما من بقاء لأدب ما لم يتخذ لبقائه قضايا الإنسان مادة له، فيقف إلى جانب ما هو حق ويتعدى تصوير ما هو كائن إلى تصوير ما يجب أن يكون. ويعد المصري سلام موسى أحد أبرز النقاد العرب الرواد في هذا المجال، ففي غير كتاب له ولا سيما كتابيه الأدب للشعب والأدب والحياة الصادرين سنة 1956 ميلادية دعا إلى أدب ينطق بالحياة الاجتماعية التي يحياها الإنسان في كل زمان ومكان، كما دعا إلى ضرورة أن يكون الأدب شعبيا ليسهم في تغيير الواقع وتطويره وعلى النحو نفسه بدرجات ورؤى متفاوتة نسبيا
تقوم جهود كل من مواطنيه محمود بندور ومحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس، ولا سيما في الكتاب المشترك للأخيرين في الثقافة المصرية الذي صدر سنة 1955، وقدم له اللبناني حسين مروة المنتمي نقده أيضا إلى المنهج نفسه، ويعد كتابه دراسات في ضوء المنهج الواقعي الأكثر شهرة في هذا المجال. سابعا، قراءة النص الأدبي وفق المنهج الاجتماعي. تتطلب قراءة النص الأدبي وفق المنهج الاجتماعي السير في عدد من الخطوات نجملها فيما يأتي. أولا، دراسة معاني النص وتحديد الظاهرة الاجتماعية. 1- دراسة معاني النص. 2- تحديد الظاهرة الاجتماعية التي يتحدث عنها النص وتوضيح علاقة الأدب بالمجتمع. 2- دراسة المحتوى الواقعي الجديد في النص. 1- دراسة مدى تجسيد النص للبنية الفكرية والاجتماعية للجماعة التي يعبر عنها. 2- إظهار وظيفة الأدب الاجتماعية، إسهام الأديب برؤاه ومواقفه في بناء مجتمعه ونقله إلى طور أكثر عدالة. 3- إبراز مواقف الأديب من الواقع وتلمس ما أضافه الأديب لنصه من عناصر جديدة تخرج النص من كونه انعكاساً حرفياً للواقع. 3- دراسة الوسائل الفنية المجسدة للمحتوى. 1- الحرص على وحدة الشكل والمضمون. 2- عرض الفكر والقضايا العامة من خلال الرمز الشفاف والمثل القريب والصورة المعبرة والجزيئات الصغيرة والحوادث اليومية والتجارب الذاتية والمشاهد العابرة. الاستيعاب والفهم والتحليل. السؤال الأول، وضح المقصود بالمنهج الاجتماعي في النقد الأدبي واذكر بعض خصائصه. الجواب، المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي هو المنهج الذي يربط الأدب بالمجتمع وينظر إليه لوصفه لسان حال المجتمع وصورته ووثيقة تاريخية واجتماعية عنه. ومن خصائصه، 1- الأدب ظاهرة اجتماعية وله وظيفة اجتماعية. 2- الأديب والمجتمع طرفان متكاملان تنشأ بينهما علاقات تأثير وتأثر. 3- الأدب ليس مرآة جامدة للمجتمع بل وعي به. 4- الأدب يتوجه إلى الجمهور ومطلوب منه أن يجعل هذا الجمهور غايته. السؤال الثاني، الأدب ليس مرآة جامدة للمجتمع بل وعي به، وضح ذلك. الجواب، أي أن الفن مرآة للواقع وعليه أن يعكس هذا الواقع ويسهم في تطوره وتقدمه. السؤال الثالث، ما الذي تناولته مدام دو ستايل في كتابها الأدب وعلاقاته بالأنظمة الاجتماعية وإلى ما انتهت في نظرتها إلى علاقة الأدب بالمجتمع؟ جواب، تناولت فيه تأثير الدين والعادات والقوانين في الأدب وتأثر الأخير بها حمل معه وداخله الملامح الأولى للمنهج، ولا سيما ما انتهت دو ستايل إليه من أن الأدب يتغير بتغير المجتمعات ويتطور بتطورها. السؤال الرابع، ما منطلق لوسيان جولدمان في دراسته الأدب وما الدراسة النقدية الصائبة في رأيه؟ جواب، انطلق في دراسته للأدب من أن السلوك الإنساني يسعى إلى إيجاد توازن بين المبدع الذي هو الذات الفاعلة والمجتمع، وأن هذا السعي سرعان ما يتجاوز نفسه في عملية تقويض وبناء متتابعين، ولدى محاولة تحديده الذات الفاعلة أهي الفرد أم الجماعة انتهى إلى أن الجماعة ليس سوى شبكة معقدة من العلاقات المتبادلة بين الأفراد، وأن الدراسة النقدية الصائبة هي التي تحدد بنية تلك الشبكات ودور الأفراد الفاعلين فيها لإدراك العلاقات بين الأدب ومبدعه الحقيقي الذي هو برأيه الجماعة الاجتماعية وليس الفرد. السؤال الخامس، ما أبرز ملامح المنهج الاجتماعي في النقد العربي وما أبرز أعلامه؟ جواب، يعد الأدب فعل اجتماعي ولا غنى له عن متلقي، وأنه ما من بقاء لأدب ما لم يتخذ لبقائه قضايا الإنسان مادة له فيقف إلى جانب ما هو حق ويتعدى تصوير
وهو كائن إلى تصوير ما يجب أن يكون، كما يدعو أن يكون الأدب شعبياً ليسهم في تغيير الواقع وتطويره. أبرز أعلامه من لبنان عمر الفاخوري، ومن مصر سلامة موسى ومحمد مندور ومحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس. السؤال السادس: نظم الخطوات اللازمة لدراسة النص وفق المنهج الاجتماعي في جدول من إنشائك. الخطوة الأولى: دراسة معاني النص وتحديد الظاهرة الاجتماعية. الخطوة الثانية: دراسة المحتوى الواقعي الجديد في النص. الخطوة الثالثة: دراسة الوسائل الفنية المجسدة للمحتوى. نهاية النص ونهاية